في حجز باسم عمر وسلوى. ساميه اسمك ايه؟ سلمى. اتفضل حضرتك جوه. ايوه كده. ساميه واحمد. ساميه واحمد. ركز معايا، ركز معايا بقى يا عمر. عايزه اقول لك حاجه قبل ما ندخل. ايه؟ بص دلوقتي احنا اول مره نقابل احمد خطيب امير. انا عارفه انك بتستثقله، بس عشان خاطري، عشان خاطري حاول تبقى لطيف معايا. حياتي. اوكي. اهو على فكره بص، هو اسمه ايه؟ كفايه بقى بربره. بس يا عمر اسمه احمد، عشان انت دايما بتنسى اسمه. منور يا ابو المراوح. يا انكل منوره يا قادره. عمر قدمنا خطيبي احمد. احمد احمد احمد. والله اربعه احمد. ها ازيك يا احمد؟ وحشني. ده انا من معجبينك. سلمى مراتي. سلمى 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 سلمى. اهلا 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 اهلا. انشنتي مدام. رقيقه قوي. جميل جميل. وبعدين قديم قديم قوي يعني. اتفضل. انشنتي يا عمر قوي. يا جماعه كلنا سمعنا اغنيه يلا مع السلامه بتاع كريم وشادي، هنسمعها النهارده من الفنان الصاعد كريم محسن. في الترابيزه ولا ايه؟ ميرسي يا توأم روحي. بالهنا والشفا يا نور عيني. يا مداوي جروحي. بقول لك ايه حياتي، ممكن اروح تواليت؟ يا حبيبتي ثواني. اتفضلي. هتوحشني قوي. ما تغنيش عليا. بقول لك ايه؟ رني لي اول ما تخلصي حمام. خديني معاكي يا اميره. شايف؟ شايف بيعمل معاها ايه؟ اتعلم. اتعلم؟ اقطع دراعي بعد الجواز. شايفها الفوطه دي؟ صاحبتك هتموت مشنوقه بيها. وعلمي على كلامي. ولا ايه يا ابو المراوح؟ ما قلتلناش بقى الدكتور قال لك ايه؟ هيكون قال لي ايه يعني؟ هما شويه حساسيه على الصدر. الصدر برضو طبعا، ما هو من هوا المروحه. مروحه؟ يا ريت، دي حتى المروحه في الصيانه. ما بتسترش ابدا. ها بس يا باشا اللي تدب، احنا برضه ستر وغطا على بعض. على بعض؟ عملتها على بعض. اخرس بكره تكبر وتمشي مطاطي زي الخروف الحولي واطيه. بالسم. قمر، اميره قالت لي انك حد لطيف جدا. نعم؟ اميره قالت لي انك حد لذيذ بس. والله مش كنت لطيف من شويه؟ يا سيدي لذيذ لطيفه يا كلها حلويات. يا يا عمر ده انت بصراحه حد بطيء بطيء جدا. ما تنجز بقى يا عم وتتجوزها. في ايه كل ده عمر؟ يا بطيء عمر، ما ينفعش كده بجد. ما ينفعش حد يعمل في حد كده اول مره يشوفه. تقيل تقيل يعني تقيل. وبعدين انت عارفه انا ما بحبش كلمه حد دي. معلش حبيبي معلش، عشان خاطري هو ما يعرفش اشعرفه. خليك لطيف معايا والنبي. لا الطف يا عمر عشان خاطري. لا اضحك اضحك في وشه. الطف يا عمر. ايه بقى؟ بصوا لك من بقه. خلاص
رودي معلش انا اسف، واضح ان انت قعدتي على ايدي من غير ما تاخدي بالك يعني. اه سوري يا عمر. سوري. انت متاكده ما كنتش واخده بالك؟ لا ما كنتش واخده بالي والله. والله ازاي يعني، ده الساعه اتشفطت يعني. ساعه ايه؟ الساعه، انا كنت لابس ساعه دلوقتي، شوفي كده. لا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي بقى، انا كنت لابس ساعه. لا افتكر كويس. اه اطلعي اطلعي بالساعه بقى، بطلي حركات. بس يا عمر بابا. رودي اطلعي بالساعة. عمر عمر ايه؟ عمر ايه؟ الساعة فين؟ خلاص ما تكسفش البنت خلاص. الساعة